لكم البنات كي دايرين لاباس، كنتمنوا تكونوا بألف خير. هذه الالويفيرا اللي شريت، ها شو قداش اللي شريتها من كارفور، غادي نديرها كنستعملها انا ديما كنستعملها للوجه للشعر. ها نتوما شوفوا، كاين هي جوج انواع، كاين اللي كتلقى الجلد ديالها باردون الدخلاني كيكون مائل للاخضر، وكاين اللي كتلقاوه كله بيض. فوائد الالويفيرا دابا ولات معروفه، الناس كتستعملها للشعر، عرفتي كترد الشعر حرير هائل، كترد رطب حرير. وبالنسبه ايضا للوجه، خلاص كترد الوجه صافي، كتصفيه من كاع داك الشوائب. عرفتي الا شي وحده فيكم وقع لك شي جرح او شي حرقه خفيفه هكذا، شي حرقه اللي مع الفران كنتحرقوا او بحال هكا كتوقع لنا، فهاد الجلد ديالها هائل، كيجمع هو داك اللحم كيتجمع مزيان، داك لابو كتجمع وكتبرا وما كتبقاش لا سيكاتريس، كتختفي نهائيا، ما كتبقاش الاثر. فيها واحد الريحه واخا ما عجبتنيش بزاف ريحتها، ولكن معليش ماشي مهم في الريحه، حنا المهم عندنا في النتيجه ديالها انها مفيده جدا. ودابا راك ما تقلبوا في انترنت تلقاو بان كلشي كيهضر على الالويفيرا، كتصد قلت لكم الوجه صافي، ديروها كماسك وديروها للشعر، عرفتي كترطب الشعر، كتردو حرير وكتقوي الشعر وكتحيد داك لي سيكاتريس اللي عندنا، الحبوب ديال شي جرحات، ديال شي حريق، شي خبزات، يعني كتصفي البشره. ودابا كيديروها قالك ابارامون حتى مضاد، كمضاد للتجاعيد. انا كنستعملها صراحه شحال ديما ما شريتها، ملي كنت كنساب انني خصني نمشي نشريها، كان عندي جيل ديالها، انا غنوريكم دابا كي كندير ليها. انا كناخذها هكذا ونقيها، وداك الجيل ديالها هو اللي غادي نستعمله للوجه وللشعر. بالنسبه للشعر بغيتو من بعد تغسلو من داك، تخليوها كماسك للشعر، اما بوحده اما خلطه مع شي حاجه، ومن بعد تغسلوا شعركم وديروها حتى لبناتكم. الشعر انا نديرها للشعر ياسمين، هانتوما كتشوفوا الشيء، ديك الطريقه ديالها هي هكا معلكه، كتجي كتلصق داك الجيل ديالها. هذه نوعا ما مائله للاخضر، كاين هذيك اللي كتلقاها من الداخل كلها بيضة. تقدروا نبغيو تخدموها هكذا، غادي تطحن ساهله، راه كتطحن تقطع بحال اللي فخوي، بحال شي عندكم شي بحال كتقطعوا البنان او شي حاجه وغادي تطحنوه عصير، كتقطعوها حتى هي وتطحنوها وديروها في القريعات. ومن بعد انا غادي كندير لها الطريقه ها باش كنحيد، لان هاد الجناب هذا عندها كنتابهم عام، راه فيهم اشواك كتشك كضر في اليد في اليدين، تقدر تجرحكم، فحيدوهم هما الاولانيين. وطبعا غسلتها، ما تنساوش انكم تغسلوها بالماء، وحيدوها هما الاولانيين، وعاد كتحيدوا لها هاد الجلده فوقانيه، حاولوا تخليوها رقيقه باش تستافدوا اكثر من داك الجلد الداخلي اللي فيها. تظن هاد الجلدات دابا ما غاديش نرميهم، غادي ندهنهم نيتهم الوجهي عاد نرميهم، يعني هادي غندهن البقيه اللي بقى فيها الوجه عاد نرميها. راه كتصفي الوجه كتصفي، وما تخافوش منها، ما عندهاش اثار جانبيه اولا شي حاجه، بالعكس هي 100% طبيعيه. تاخذوا هاد القلب ديالها الدخلاني اللي هو هذا، وغادي تطحنوه مثلا مع اي زيت المفضل عندكم اللي كتستعملوها لشعركم، بحال زيت نواد كوكو مثلا او زيت الزيتون ولا شي حاجه، وطحنوها وتقعد تخليوها كمرطب وكماسك للشعر. هاي شتو الجل ديالها كي كيجي. وبالنسبه للوجه تقدروا تاخذوا هاد الجل هكذا ودهنوها لوجهكم كماسك، ما تحتاجوا كاع تضيفوا لها شي حاجه، او غير تضيفوا لها انا كنصح صراحه باردون صراحه كنخدمها هكذا بوحده. نتوما ها كندير لها هكذا، ندهن مثلا بها وجهي اليد ديالها الجسم كله، وغادي نخليها واحد الوقت، وعاد غادي نغسلها، وغادي تشوفوا بانك تخلي داك الشيء ناعم. وبالمناسبه راه ما خليتهاش غاليه،
بالنسبه مثلا اللي متواجدات البنات اللي متواجدات في المغرب، انا كنعرف بانكم تقدروا تلقاوها نابته في شي بلاصه كتاخدوها طبيعي، ما محتاجيش انكم تشريوها، وثمنها ارخص، تلقيتها كتباع ثمنها ارخص. انا شريتها من كارفور وثمنها رخيص صراحه، ما غاليش. في خديتها في البلاصه فين كاينين، كاين داكشي البيو الطبيعي، فوالا مع داكشي البيو الطبيعي كتباع لا بياس هكداك، فوالا. كنت زعما انا اول كنت شحال هادي اول مره جربتها، ولقيت بان بالفعل ان عندها نتائج هائله، وبقيت ديما صراحه كنستعملها غير ملي كنسى انني نشريها او لا شي حاجه، مي عاده كنشريها دائما. هي ثمنها بسيط. دابا هادو تقدروا ديرهم في الميكسور وطحنوهم، وغادي يبقى عندكم داك الجل ديالها، هتخبيوه في قرعه تكون نقيه دجاج، احسن قرعه دجاج تكون نقيه، وديروهم في الثلاجه وتبقاو تاخذوا منها كل ما بغيتوا للوجه او الشعر، تبقاو تاخذوا منها. وانا الشيء اللي غادي ندير دابا، غادي نطحن وغنخبي منها وغنوريكم كي غادي ندير ليها. وهادو كما قلنا قبل ما ترميهم دهنوا بهم وديكم، دهنوا بهم وجهكم اكسيتيرا، وعاد رميهم باش تستافدوا شويه من داك الجل اللي باقي لاصق. انا غنطحنها ونوريكم. تجي دابا درغ واحد عاد طحنات، انا بغيت نجرب انني نطحنها بشويه بديك الجلدات ديالها، صراحه ما كيطحنوش مزيان واخا كيطلقوا تاهم داك الماده ديالهم، ما طحنوش مزيان، خاص الطحانه تكون شي نوع زعما مجهد بزاف باش تطحن. فخذوا غير نتوما غير الجل الدخلاني، راه دغيا دغيا كيتطحن هذاك الجل، نتوما الماده ديالو كي كتكون لزيجه، شفتوها كي كتلاصق. وتقدروا تخلطوها كما قلت لكم مع اي حاجه، شي واحد الزيت المفضله عندكم، وديروها للشعر، باتوا بها الليل كامل في شعركم، ولا غد اللي عاد غسلوه، راه كتقوي الشعر اللي كيطيح، كترطبو كتردو حرير، كتعطيه ديك اللمعان. وبالنسبه للوجه كما قلنا للبشره عامه، ديروها للوجه، اليدين، البشره عامه، كتصفي البشره، اثار الحبوب، الحرق، الجروح، اي حاجه، ديك الكحوله، اي حاجه كتصفي البشره كتردها زوينه. ومعروفين دابا الخصائص الالويفيرا، كلشي البنات كياخدوها كيبغيو يديروها لوجههم، كتشد الوجه حتى الوجه كتشدو، يعني ما كتخليش داك الوجه مترهل ويبان فيه داك التجاعيد، يبان فيه داك الترهلات، فكتجمع البشره. ويسيد لكم راها صالحه للشعر، للوجه، للجسم كله، لبغيتو حتى الجسم يولي مشدود، فمثلا تبقاو دهنوها للجسم كامل، ومن بعد تبقى واحد الوقت معين عاد تمشيو دوشو. وانتما كتشوفوا بانها هكا الماده ديالها، وما فيهاش حتى مضره، لان 100% طبيعيه كما كتشوفوا، 100% ناتوريل. ها هي داك الجيل ديالها كيكون شفاف، وعلى حسب الماركه ديال الالوي فيرا كتكون ديالها الداخل بيض اكثر من هكذا البياض ديالو تيكون، كاين اللي كيكون هكذا. وهذه هي مزيانه اللي فيها اني شريتها طبيعيه، يعني خليتها من الغيون بيو، يعني خليتها طبيعيه، فنقدر نديرها لوجهي، لشعري، بكل راحه، بكل يعني بكل ثقه، بكل ما فيها حتى حاجه، ما فيها حتى مضره. انتما كتشوفوا انا كندهنها دابا ليدي، وغندهنها منها لوجهي، وغندهن منها ندير منها ماسك للشعر، وعاد نمشي نغسلو. يلا نتمنى نشوفكم في فيديو اخر، جربوها وردوا عليا. بالنسبه للبنات اللي حداكم كارفور، انتما كتشوفوا دابا راه كتباع كارفور رخيصه. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه معروفه، موجوده في كل بلايص، وثمنها بسيط ورخيص، فما تردوش انكم تشريوها او تلقطوها الا لقيتوها في شي بلاصه اللي تكون مزيانه، وتبقاو تستعملوها كماسكات للشعر والوجه، راه كتصفي. وتقدروا ديروها حتى تحت العينين، يعني ما فيهاش هي داك شي داك الهالات، كتخفي شويه داك الهالات اللي عندنا تحت العينين، وكترطب داك البلاصه، يعني ما فيهاش شي مواد اللي تخافوا عليها تحت العينين، داك المنطقه كتكون عندنا شويه حساسه، فديروها حتى تحت العينين، راها مزيانه. يعني دابا كنهضر معاكم وكندهنها لوجهي صراحه، بلا ما تحتاجوا انكم زعما تخلطوها مع شي حاجه، انا كنفضلها تبقى هي هكذا، ولكن كل واحد وكيفاش، الا بغيتوا تخلطوها مع شي حاجه فلكم الاختيار.
يلا نتمنى نشوفكم في فيديو اخر، وردوا عليا الى جربتوها ردوا عليا. انا ندهن لها شعرها ونوريكم. ندير كاف الشعر، هي قلنا كترطب تطلق الشعر تردو حرير، وماشي غير هذا الشيء، فهي كتقوي الشعر. تعرفوا الاسيويات، الاسيويات كيستعملوا زيت هذا، عفوا هذا الالوفيرا بزاف. انتو شوفوا الشعر دابا دغيا تطلق. مونت ياسين monte ta main comme ça on voit. Oui, ça va. Tiens mon fils comme ça, tiens mon fils. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et voilà, un petit magnet. Un petit chouchou qui a tloqué le chat. Voilà. Il tloque. Ok, tu chouchou qui fait واحد اللمعان. On va tout slow. نخلي لها. هانتوما البنات على اختي اللي دهنت فيها الالويفيرا، نتوما كتشوفوا ولا ترطبه ملسه كتغيا كدوز فيها لابغوس، ما كاين حتى مشكل. وهاد لابارتي التحتانيه انا خليتها ما درتش فيها الالويفيرا، راه كتشوف كيبقات. هانتوما كتلاحظوا الفرق. فوالا شفتوا.